اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكبسه نعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وبيتصلوا معانا وبيطلبوا بعض الاكلات اللي هم حابين يعرفوها، وكمان بنتابع من خلال التواصل على السوشيال ميديا اكتر حاجه ممكن تطلب مننا ايه. فكله عايز يعرف الكبسه بالدجاج، الكبسه بالفراخ بتتعمل ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا ليها العدل بتاعها سلطه الطماطم بالكزبره، دايما كل طبق بيبقى هو سيد السفره واساس السفره، بيبقى له توابع يا اما طبق مقبلات، طبق سلطه، عصير، ايا كان. فالنهارده الكبسه عدلها سلطه الطماطم بالكزبره الخضراء، بتاخد توم وعصير ليمون بتفتح الشهيه. اما الحلو بتاعنا النهارده مفاجاه، التين بتاعنا اللي هو خير ارضنا بتاع الواحات بتاع سينا، تين لطيف طعمه زي العسل. التين ده زي المشمش بيظهر في السوق وقت بس شهرين ثلاثه وبيختفي. تعالوا نعمله النهارده مربى، يبقى التين عندك في البيت في كل اللحظات، ومربى تقدر تعملها بدون اي مواد حافظه، تبقى عندك في التلاجه. تفاصيل صغيره ولكن كمان بطريقه بسيطه وسهله تقدر تتنوعي في مطبخك. بس اللي عايز اقوله لما بنعمل أكلة أيا كانت بتكون من البلد اللي هي المنشأ بتاعها أو أيا كانت مشهورة بيها، لازم نعتبر في الأرض في الأمر إن تكون بنفس الطعم ونفس لما تيجي تعملي الكبسة تحط في الاعتبار يكون الرز بسمتي، ما ينفعش الرز يبقى مصري. اتكلم الحقيقة بقى، الرز المصري بنعمل طبق كشري ماشي، بنعمل سوشي ماشي، أما الكبسة لازم رز بسمتي. وعشان الرز البسمتي يشبع معاكي وتطلع الحبايه مستويه ولطيفه وجميله، ما يبقاش الواحد يمضغ فيها كتير، هقول لك على نصيحه انك انت تنقعيه بعد ما تغسليه ثلاث مرات او مرتين عشان نتخلص من الماده الحافظه، بتغسليه بميه سخنه اهو. ده الرز البسمتي، بننقعه في شويه ميه مغليه كده اهو ونسيبه على جنب. دي اول خطوه. مقادير على الشاشه، فراخ، بهارات عربية عنوان المطبخ العربي الأصيل، إذا كان لومي أو قرفة خشب أو مسمار القرنفل أو الحبان وورق اللورة والملح والفلفل الأسود. دي المقادير البسيطة السهلة مع التوابل العربية. ومعانا البصل والثوم ده أساس. بس أول خطوة زي ما بدأت بيها كده، الرز البسمتي حطيت عليه مية بتغلي أو مية سخنة بالشكل ده وسبته شوية في المية. هل هنسلقه بالميه دي؟ طبعا لا. دي اول خطوه انا عملتها. حلو الكلام؟ طيب تمام زي الفل. نبدا نقطع الفراخ ونشوف ازاي هنتعامل مع البهارات العربيه والفراخ تاخد طعم التوابل بتاعتنا الجميله. هناخد الفرخه الحلوه دي كده، والفرخه حسب وزنها ممكن تكون فرخه مثلا كيلو كيلو ونص حسب عدد افراد الاسره. وبصراحة يعني كل ما كانت الفراخ صغيرة كل ما يبقى لحمها طيب. مش معنى إن الفرخة كبيرة يبقى خلاص، لا خلي بالك. أنا بحب دايماً الفراخ الشامورت الصغير الجميل الحلو ده كده. بيبقى لحمه لطيف وجميل وما بتاخدش وقت كبير في السوق. الفرخة معايا زي الفل كده. ببدأ أقطعها عشان ما تاخدش وقت كبير مني في السوا. أخلص من السلسلة بتاعتها اللي ممكن تزعجك في السوا. اهي شلناها بالراحه كده زي الشعره من العجين. حلوه دي السلسله، بنحطها في ميه بتغلي كده تبقى عملت لنا شويه شوربه واحده واحده كده زي الفل. هناخد الفرخه دي بعد كده بنقطعها اربعه نخليها سليمه زي ما انت عايز، بس يفضل طبعا تقطعها اربع قطع او ثمان قطع تبقى لطيفه وحلوه الكل ياكل منها. هنيجي في النص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعناها كده نصين ونيجي على النص ده كده برضو بسكينتك اهو كده أربعة، ونفس الطريقة كده. عدد أفراد الأسرة كتير بألف أنا وشفا ممكن نقطعها على ثمانية، بس في سكينة طبعا بتبقى إيه مخصصة للتقطيع علشان فيها عدد. هنيجي هنا كده أو بالشكل ده كده، ادي كده ايه اتنين. حلو قوي، احب انا المنامات دي، كل واحد المنام بتاعه بالشكل ده كده، وادي برضو كده. مفيش داعي بقى تروح للراجل بتاع الفراخ
يكسرها لك بايده هو وما بتعرفش الميه دي استخدامها ايه. انا بشوف للامانه يعني الفراخ بتوع الناس اللي بتنضف الفراخ حاطط برميل ميه كل الفراخ بتتغسل فيه، انا مش الجو ده ما بيعجبنيش بصراحه. شفت الفرخه غسلتيها وهي سليمه بعد ما اتغسلت قطعتيها، ده اللي يهمني بالتتبيله دي كده. الفرخه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها. ادي كام ياكل ممكن كام واحد ياكلوا منها؟ 3 2 7 8 افراد ياكلوا منها بألف انا وشيء. معانا طاسه على النار، بنحط في الطاسه دي شويه زيت مع معلقه سمنه حلوه كده. لما نقول كبسه يعني نهتم بالماده الدهنيه، ممكن سمنه بلدي تبقى لطيفه وجميله، خاصه مع كبسه الفراخ بما ان كبسه الفراخ نسبه الدهون فيها بتبقى قليله. حلو، بناخد الفراخ تتحمر بالشكل من غير توابل يا شيف. من غير توابل خالص زي ما هي كده. زي ما هي بعد الغسيل مباشره، الصدمه الناريه دي هي اللي بتشيل الزفاره. التحميره دي مطلوبه. الله، واسيبها في قلب النار واتخلص من البلانشه دي، مش عايزها. دي اول مرحله. حلو الكلام، نجيب بلانشه ثانيه. تعالوا مع بعض ازاي نشوف. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. طبيعي لازم تاخد لون. من غير توابل يا شيف. زي ما انا شغال كده. ريحه السمن البلدي مع معلقه الزيت، حتى تحس ان البخار اللي طالع ريحه فراخ. حلوة. الخطوة الأولى عندي بصل، باخد البصل ده كده بقطعه بالشكل ده كده. حلو كده، نفس الطريقة. أحب أنا البصل جوه الكبسة، بصل زي ما هو كده ينزل فوق الفراخ. حلو، وفوق البصل ده يا عم الشيف البهارات بتاعتنا الجميلة بقى. قرفة خشب، ورق لورو، حبهان، قرنفل، لومي، الليمون الجاف أو الليمون الأسمر مسمي ده عنوان الكبسة. حبيتي اللومي دي الشيف المغازي علمنا حاجة، بياخدها يكسرها كده في قلب الايه كده. الحامض بتاع الليمون ده بيودي الرز في حتة تانية خالص. دي الكبسة ببساطة خالص، اتعلمتيها زي الفل. نقلب بقى كده. نعم يا غالي، سؤال حلو بشكرك عليه. بقول لي الكبسة باللحمة نفس الطريقة؟ نفس الطريقة، بدل ما انا حمرت الفراخ في الاول بحمر اللحمه، هي نفس الطريقه. بس اذا كانت اللحمه ضاني بنكتر القرفه شويه عشان نتخلص من الزفاره بتاعه الضاني. شفت الفراخ اهي مثلا زي ما هي كده، بغطيها من غير ميه، من غير ملح، زي ما هي كده. دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه، انا دايما بحب الجزر مع الرز البسمتي. انا معايا الرز البسمتي بتاعنا سلقناه بالشكل ده كده، سوري، حطينا عليه ميه مغليه اهو. تلاحظ ان حبات الرز لونها اتغير بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي. بهيئه يعني، بحضره ان احنا ايه، هنحطه دلوقتي في الشوربه بتاعه الفراخ. طب تقدر تقول لي ليه سموها كبسه؟ ليه سموها كبسة؟ لأن اللحمة والدجاج بيتكبس جوه الرز، ولازم يتقدم، لازم نتعب على ما نطلع اللحمة والفراخ من جوه الرز، عشان كده سموها كبسة. غير البرياني، غير المندي، غير المشخول، الأكلات اللي احنا عارفينها الأكلات العربية دي، الدجاج أو اللحمة بيختلف فيها. نقلب دول مع بعض. الله، على فكرة انت لما تغطي الحلة
وفيها بصل، تلاقي البصل لوحده فك من بعضه نتيجة تعرض البخار واصطدام البخار بالبصل، فبيخلي لك البصل زي ما انت شايفاه كده يورق. عرفتوا ليه انا بغطي الحلة؟ قطعت بصل وحطيته، بمجرد ما بغطي الحلة دقائق معدودة هسه، يعني زي ما الشيف ما بيقول، ايه اللي بيحصل؟ يتعرض البخار ويعمل الصدام ما بين البصل وما بين البخار في قلب الحلة، فيورق معاك ويفك من بعض، يبقى معنا بالشكل ده كده. الله، هو ده. نبدأ يا عم الشيف نحط الايه؟ المية المغلية اللي فيها الظهر بتاع الفرخة. زلزال، اللهم صل على النبي. حلو، الميه ملهاش عوزه بقى، خلاص. ما حطيتش ملح يا شيف. انا لما احط الملح في الاول خالص بيعرقل عمليه السوى، ما بيظبطش معاك الطعم. فالملح ده نحطه فين؟ في المرحله الاخيره من تسويه اللحوم او الفراخ. علل ولماذا؟ بنضمن تظبيط الملح في الاكل، ده رقم، لان الميه ممكن تخس معانا. نبدا نزود ميه، نبدا نزود ملح، الميه تزيد معانا نشيل من الميه ونبدا نقلل الملح. فخلي الملح ده في المرحله الاخيره من السوى، دي رقم واحد. فرخه زي الفل ما شاء الله، الحله مليانه، وهنعمل دلوقتي الكبسه تكفي الحبايب والجيران. واهي فرخه، فرخه حلو على النار، حلو، نسيبها تغلي. وخلي بالك، شفت لاحظت حاجه هنا؟ انا حاطط الميه بتغلي على الفراخ وهي جاهزه، فما بتاخدش وقت على طول. ما اقعدش بقى ابص للحله مستني الميه تغلي خالص، لحظه، مجرد ما حطيتها على طول بتغلي. هنغطيها كمان شويه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن فرخة كبيرة وطعم جديد. جت معايا ازاي مش عارف. الفرخة استوت الفراخ، والله بص انسى. تقطيع الفراخ لأجزاء 8 قطع مثلا بيساعد على تسويتها سريعا وتديك الطعم. ملاحظين حاجة هنا؟ اللي هيقول لي عليها بصراحة يعني بمركز معايا قوي 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 بجد، ومكتوبة في المقادير، ولكن مع الأكلات العربية لها ميزان تاني ولها اسلوب تاني. توم، توم يا طيب. التوم يتحط كده، ما يتحمرش، يتحط كده في قلبها. يا ويلي، هو ده، ده توم. ياخد الرز في حته تاني. الله يسامحك يا شيف، التوم وريحه بقنا توم، هو ده، حلو قوي. مع النعناع، مع الفلفل، كل دول في قلبي. بس غطيها ونسيبها شوية، بس أنا عايز السرعة عجباك، أنا مش هغطيها والله عشان خاطرك يا شفيق، هعديها. يبقى معانا التين والفراخ على النار، بس عجبان أوي شكل الفراخ. خدنا من النعناع اللي إحنا عايزينه، خلاص دوره انتهى كده. دور النعناع دوره انتهى. هي الفكرة كلها إن أنا لما حطيت النعناع عشان ريحة التوم اللي أنا حطيتها نية في قلب الشوربة بتاعة الفراخ. ده النعناع خلاص، شفت التركية دي كده؟ الفراخ، اللهم صل على النبي. نبدأ بقى نحط الرز ونكبس الرز على اللحم، نكبس الرز على الدجاج. معانا جزر، حلو. معانا رز بسمتي احنا غسلينه، وبعد ما غسلناه حطينا عليه مية مغلية اهو. اللهم صل على النبي. ده سهل الكبسه يا شيف. امال ليه بقى الكبسه؟ ولا بعمل كبسه احس ان انا يعني، لا، الموضوع في المطبخ رايق وزي الفل. هي حله واحده استخدمتها بغطا، ولازم يكون في غطا ليها، والرز مغسول من بدري، بضمن عمليه تسويه الرز زي الفل. وقلب يا ام غزي، نظبط الملح بتاعنا على وش الرز كده عشان نعرف مقادير البهارات بتاعتنا، ملحنا اللي هينزل على اللحم وينزل على الرز.
ودايما الملح يبقى بالسالب مش بالموجب. بهاراتنا دي بابريكا، شويه كركم، شويه كمون، الله، شويه فلفل اسود. كل ده على الرز. خد الحته اللي جايه دي بقى، ده مسمار اللي هو القرنفل، بياخد الكبسه في نار. هو ده كل ده عم الشيف، كل ده ونقلب. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نعم، خبره بقى. بقول لي ظبطت عيار الشوربه ازاي؟ لا شفتك شلت من الشوربه ولا حطيت منها ولا كده. بص بقى يا شفيق، ديت الايه؟ كتر التكرار بيعلم الشطار. حلو الكلام؟ خلاص. كبسه خالصه كده زي الفل، وهدي النار عليها بعد غلوه. تعملي رز بشعريه، تعملي رز مصري، اي رز بتعمليه يا ست الكل، اوعى في حياتك تهدي النار غير لما يغلي. عينيا. حاضر. واروق الدنيا كده عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف التفاصيل الصغيره لمربه التين والكبسه بتاعتنا على النار. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا الكبسه بتكنيك عالي وخبره عاليه وتفاصيل صغيره، معاني كبيره، طعم جديد، كل ده زي الفل. ولكن في الاول وفي الاخر مخرجنا عايز يشوف الكبسه اهي. بص على الحلاوه، زلزال في قلب الحله. كل اللي احنا هنعمله كبسه ما تتقلبش كتير. الله. على فكره وجود الفلفل الحار هنا اختياري حسب الرغبه. انت حباه اهلا وسهلا، لازم تسالي افراد العائله الكرام، افراد الاسره الغاليه، يحبوا الفلفل الحار في قلب الكبسه؟ انا شخصيا بحبه. كبسه نوعين في الدول العربيه، البعض بيحبها كبسه بيبقى لونها احمر، دي بتتعمل بالطماطم، وفي كبسه بلون المرق، مرق اللحمه او مرق الشوربه، ليه الشوربه يعني؟ شوربه الفراخ غير شوربه اللحمه، شوربه اللحمه بيبقى لونها غامق شويه، شوربه الفراخ بيبقى لونها ابيض شويه. فالكبسه نوعين، يا اما الحمراء بتاخد طماطم او معجون طماطم، وكبسه الكبسه البيضاء اللي هي من غير لا طماطم ولا معجون طماطم، دي الكبسه البيضاء بتاعتنا خالص بطعم الفراخ وبلون الفراخ. ولكن وجود الجزر جواها بيدي لها طبعا غناوه. ولكن المهم اللي احنا نفهم امتى نحط الجزر على الرز. لو انا هعملها كبسه بالطماطم ما احطش الجزر، لو انا هعملها كبسه بيضة احط الجزر. الاحمر البيضاء دي بابريكا مش طماطم. شوف الفراخ لونها دي لو فيها طماطم ما تبقاش الفراخ لونها ابيض كده. بص عليها. الله، ايه ده؟ ايه الزلزال ده؟ مدرسه مدرسه، شفته؟ هو ده. حلو قوي. انا مخرج بيحب شغله. نغطيها. حلو زي الفل. عايز تشوف الكبسه؟ عينيا اوريك احلى كبسه دي. بنجيب سيرفيس كبير طبعا، او جات كبير، او صينيه، او التبس. بقول المسميات العربيه بتاعت الكبسه. نعم. اهو ما شلتهاش من مكان. زي الفل. انا عايز اروق على الطبق بس. انا مش محتاج اي جر شعير، كفايه عليه العود الجرجير. زي الفل. التفاصيل دي مطلوبه. اخبار الكبسه ايه؟ لا، ريحه التوم الني في قلب الرز دي خبره السنين، بنقدمها على طبق من فضه لحضراتكم. انما لما التومه تتحمر في قلب الكبسه بتغير لك من طعم الرز، الله، ومن طعم الكبسه. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا بختك يا شيف. انا ما طلعت الشيف ليه؟ انا ما كنتش عايز اخش هندسه، كنتش عايز اخش طب، كنتش عايز اخش تجاره، كنت عايز اشيف زي الشيف المغازي كده، الاقي قدام عينيا كل يوم فراخ وكبسه ولحمه.
بس دي مجهود برضو، خلي بالك كل واحد يشتغل الشغلانه اللي بيحبها. حلو. اه ريحه الفراخ مستويه. ده انا هوريك الفراخ دلوقتي حكايه. نغرف يلا. حاضر والله اعمل لك اللي انت عايزه. مش حرمك من حاجه. مخرجنا بقى بيحكم عليا احكام اهو زي الفل. دي كبسه. فيها الفراخ، اللي عايز ياكل الكبسه يتعب شويه ويشوف الفراخ تحت. انا اطلع لك الفراخ فوق عشان تعرف ان احنا ايه كرمه بطبيعتنا الشعب المصري الجميل. فرخه والله العظيم مغرقه الحله كبسه. انت كلتي وعيالك كلوا والضيوف اكلوا والكبسه بتتكلم عربي. ايه الحلاوه دي؟ لومي ده عنوانها. القرفة الخشب عنوانها. الحبهان عنوانها. الفلفل الاخضر الحلو ده الغاوي. الغاوي الله اكبر. حاضر يا فندم. لا المربى لسه، نعمل التركايه الاخيره. احنا لو قعدنا قدامها يوم مش هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه، بس احنا بنتكلم عن الفكره. نروق السفزه كده. دي يعني البعض بيحط معاها ليمون، بعد بيحط معاها فلفل حار حسب الرغبه يعني. شيل كل ده كده، ده الطبيعي.